المربع الذهبي الى ملعب برج حمود، حيث المباراة بين النجمة والإخاء الأهلي علي، مش النجمة طبعا، الحكمة الحكمة والإخاء الأهلي علي. مباراة كانت مملة بالشوط الأول لحد ما تيجي هون ضربة حرة للحكمة، وصلت لفؤاد حجازي راح يسدد بين إيدين الحارس. يمكن فريق الحكمة خاض هالمباراة وهو مرهق من مباراة الأولى، ما بنعرف الظروف الفنية اللي خاض فيها. أندري سيلفا بدوره راح يكون عنده فرصة، فؤاد حجازي لحسين حمدان، حسين بيلعبها عرضية لبول روستوم، رأسيته لبول بتمر فوق مرميه لحارس الإخاء. أخطر فرص المباراة تومي رح يمر لفؤاد حجازي، شوفوا فؤاد بكون قريب جدا، ترتد الكرة محاولة وبتتخلص بآخر لحظة، تسديدته لتومي عز خلصها أندري سيلفا. أبو الهيل لعوضة بسدد الأخير فوق العارضة. دقيقة 38، الهدف الوحيد بالمباراة رح يجي بعد ركلة جزاء احتسبت لفريق الإخاء. رح نشوف بعد شوي شو وضع ركلة الجزاء، ولكن بتسجل الهدف. والنتيجة فإذا 1-0. أندري سيلفا فإذا هو اللي سجل. علي طقطق لوعاء لعبد الوهاب أبو الهيل، كرة بخلصها الحارس من بعدها ضربة حرة ميشيل جبران، ورأسية تومي بجانب القائم قبل ما يكون في فرصة لأبو الهيل ولا الإخاء ليعلن مع الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم الإخاء 1-0. الشوط الثاني تعليمات خدوها الفريقين، الفريق الأخضر والفريق الأحمر، ونزلوا إلى أرض الملعب. ما في شيء رح يتغير. تمريرة من أبو الهيل لخضر حسن، خضر حسن بسدد بين ايدين حارس المرمى. حسين حمدان بمقابل رح يجرب بهز الشباك، مش رح ينجح لانه رح توصل كرته لتومي. تومي بشكل غريب تومي بيضيع الكره، ماتش الاولمبيك شفناه ضيع كمان هيك كرات. تومي ما عنده يمكن حس الحد المرمى، الحس التهديفي. محمد ناصر من عيسى رمضان بعد كره كانت لا فريق الاخاء الاهلي علي، تتخلص تسديدة كمان لفريق الإخاء الأهلي علي، بتمر بجانب مرمى الحكمة. أو تسديدة كانت طبعا للإخاء الأهلي علي، بتمر والكرة المباراة كانت يعني ما لعب اليوم بمستوى جيد، انه مقارنة بالمباريات اللي قبلها اذا بنرجع لسنة الماضية، ما اول مباراة لعبناها الموسم هيدا كنا عم نلعب بشكل افضل بشكل مركز اكثر، رغم كثرة الفرص اللي اجتنا اللي اهدروها الشباب، بس مش منه مستوى بليق بالفريق يعني. الحكمة فاذا خسروا 0-1 قدام الإخاء الأهلي علي. أندري سيلفا بدقيقة 38، برج حمود المباراة صارت، الحكم دولي محمد حميني. انذارات من الإخاء حصل عليهم ماهر فلفل، أحمد منصور وماهر حمزة، بول رستم وأرسين ملكيان كانوا عم يحصلوا على بطاقة الحمراء أو الصفراء للحكمة.